بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ويشرفني أن أكون وياكم وهي ثاني مرة أظن يكون لي حضور مع هذه النخبة المخلصة. حبيت أنا أدخل في موضوع من زاوية أخرى. أنا مثل أستاذ حسن جايين من واقع العمل، يعني اشتغلنا من درجة أولى إلى لين صرنا مسؤولين في الشركات. شيء واحد اللي أنا شفته وعندي أدلة علمية إذا أحد يبيها، إن الإنتاجية ما لها علاقة لا بالجنسية ولا بالدين ولا بالعرق ولا بأي شيء. إذا في هناك شخص ما ذو جنسية معينة وأداء سيء فانظر إلى الأعلى. والشخص الذي قال أن البحريني غير مبدع هو يعكس ما بداخله. هو شلون أنت تعرف أن هذه لو عندك أنت إبداع، يعني ما تقدر تشوف الإبداع إذا فيك إبداع. يعني فهذه انعكاس للشخص. احنا نرفض هذا الشيء، علميا نرفض، يعني عاطفيا صوب زعلنا عليه وقلنا له. وبعدين أنه التاجر البحريني قاعد في سوق المنامة ما أدري إيش، يا أخي إذا هذه فاشل أنت مسؤولة. يعني أنا اصطدمت مع مسؤول كبير في أظن كان 91 أو 90، كنا مجموعة من الأجانب وأنا وياهم أعطيناهم مقترح ان اوكي نعمل مجموعه فريق عمل من البحرينيين وما ادري. مباشره قال اترك البحرينيين، هذين ما يفهمون شيء. يعني انا كنت في موقف يعني ما اقدر ما اجاوب. انا قلت له قدام الاجانب قلت احنا ما نعرف شيء لان انت مسؤولنا. قامت القيامه اوف كورس، فمشيت على كلامي. قلت له يعني انت مالك حق. هو قال لي ليش انت قلت هذا الكلام؟ قلت انت ما حد اعطاك حق ان تقول هذا الكلام مهما يكون مركزك. فهذا الكلام، هذه الاشياء لازم احنا نرفضها وبكل صراحه وبكل شفافيه. يعني ما في مجامله في هذه شعب، هذه أمة، مواطن، وطن، مو بواحد مزاجه معكر ويقط كلام على كيفه. هاي ما حد يسمع، يعني ما حد عطى أي واحد أي حق إنه يتكلم بهذا الأسلوب حتى لو كان هو على صواب. في أسلوب، في احترام. نجي حق مسألة التنمية الاقتصادية. يمكن أنتوا سمعتوني دائما أقول أن التنمية الاقتصادية ليست الهدف الأسمى، آلية لوصول إلى أهداف أخرى وأهداف أسمى من التنمية الاقتصادية. والتاريخ يروينا أن التنمية الاقتصادية لم تحل مشاكل الاجتماعية بسبب سوء توزيع المردود التنمية الاقتصادية في كثير من الدول. يعني كثير من الدول قامت فيها ثورات وفي وقت التنمية الاقتصادية كانت في أعلى درجات. آخر ثورة احنا كلنا عايشناها الثورة الإيرانية، الاقتصاد الإيراني كان في أحسن حال. يعني ما في تاريخهم ما كان في يعني اقتصادهم بذاك الوضع. وقامت الثورة وفي ثورات أخرى. التنمية الاقتصادية مثل تنمية أداء المؤسسات تعتمد 64% على الموارد البشرية وليس على جذب الاستثمارات. يعني احنا قاعدين نقنع الإخوان، يعني ممكن انتوا تزورون دول تسمعون يجون بالشعارات، حتى بعضهم انا كنت قاري في الكتب نفس الجمل في الثمانينات يبون يطبقون الحين بهذا الاسلوب، ما يصير. 46% من يعني من احتياجات التنمية الاقتصادية هي من الموارد البشرية، يعني ثلثي التأثير من العنصر البشري.
وليس جذب الاستثمار. جذب الاستثمار أو الجانب المادي أو الرأس المال 16%، والتكنولوجيا والبنية التحتية وما إلى ذلك كلهم على بعضهم 20%. احنا عاملين العملية معكوسة، يعني رايحين للتنمية الاقتصادية وللحلقة الأضعف أو للعنصر الأضعف، وقاعدين نهمش العنصر الحساس وحساس اجتماعيا سياسيا وحتى تنفيذيا. العنصر هذه ما في جهة رسمية الآن في البحرين، وأنا كنت عضو مجلس الأعلى للتدريب المهني، عضو مجالس النوعية، ما في اليوم جهة مسؤولة عن التنمية البشرية في البحرين. احنا قاعدين ترى شو يسمونه، في عندنا مثال في البحرين شو نقول، نصارخ في خرابة، يعني نقول لمين شنو شنو ينأذل في خرابة. اوكي ف يعني انا اخاطب من اليوم، انا كنت مع احد الوزراء اقول له هالكلام، يعني مسكين ما عنده صلاحية، يعني قاعد يطالعني، يعني يوافق يخالف ما يعرف. يعني احنا ما عندنا هذا الشيء، وهذا الشيء احنا أمانة في عناقنا، ان احنا لازم نصر على تصحيح المسار هذه. يعني احنا متجهين في اتجاه مو بسهل ابدا، يعني انت قاعد تغير تركيبة مجتمع، تركيبة وطن وشعب، عنده تاريخ، عنده إرث، عنده عادات تقاليد، وهذه بشعارات بجمل نسمعها في بعض الدول وتي هني وأنا شايف كثير من المسؤولين كله يقول هاي اتركوهم. بعطيكم أمثلة على أساس إن شاء الله أنا أكون على صواب، لأن مو أنا أكون على صواب، الموضوع يكون على صواب. إحنا لين تولينا المسؤولية في ألبا، البحرينة كانت 42 وأغلبها في المراكز الدنيا. قررنا، وهي سر أول مرة أقول، ألبا ما قامت بالبحرينة من أجل البحرينة، قامت من أجل التوفير، توفير المالي. بس إحنا مجموعة من البحرينيين استغلينا هذه، قلنا ما دام هم مصالحهم ومصالحنا تلتقي في هذه، خل نستفيد منها. مجموعة بحرينية مخلصة وطنية، قلنا يا جماعة استفيدوا من هذا الوقت. لأن أنا طلعت من ألبا، البحرينة كانت 93%، كنا ندرب بالهبل. يعني دائما أنا كنت أحصل هواش، لأن ميزانية التدريب دائما 300% 400% فوق. هو المكان الوحيد اللي أنا اكتشفت، وأنا متخصص في إدارة الإنتاجية، المكان الوحيد اللي ما في إهدار مهما تدرب. تدرب أي شيء حتى في ألبا لو يدربونه على الموسيقى بعد همزة، ما في، المكان الوحيد. والرئيس التنفيذي كان يعرف أنا شنو أسوي، وكان يسوي روحه ما يشوف. والحين النتائج، أفضل خبراء في مجال صهر الألمنيوم بحرينيين، مو بس في الخليج، لا في المنطقة كلها، يمكن ما بعد المنطقة بعد. اليوم البحرينيين مشغولين مع شركة لبناء مصنع ألمنيوم في أيسلندا. البحرينيين قوموا مصنع صحار في عمان، في قطر، في جبيل، في ينبع. للحين الخبراء رايحين وجايين، هذا لين الجيل اللي احنا دربناهم، وهاي الجيل الموجود الحين يعني من الأحفاد اللي. فما شفنا شيء، يعني صراحة أنا أقول لكم، أنا متهم إن أنت اللي نجي مسألة البحرين تصير عاطفي. أنا مو بعاطفي، أنا بالعكس يعني أحب الأرقام.
يعني ما شفت شيء أنا في حياتي إن واحد يقدر يقول إن البحريني كذا كذا كذا، ما شفت. وجربنا العكس، لأن إحنا شفنا إن في مثال عندي أنا، إذا أنت تغرس شجرة والشجرة ما تنبت أنت تلوم الشجرة؟ زراعة. زين أنت زراعة، أنت المتهم. أنت يعني لو أنا كنت مكانك كنت أخجل من روحي. فأنا مؤسستي 100% بحرينيين، وهذا لين الشباب اللي أنا حصلتهم ما كان عندهم شغل. هاي أمثلة يعني بس على أساس كلنا نستفيد من هذه. هذا لين ما كان يحصلون شغل، مسكين واحد يعني بالغصب أبوه درسه وما أدري إيش، وجي بالأشهر أو بالسنوات ما كان يحصل شغل. أنا اكتشفته، أنا أوظف الاتيتيود سلوكيات مو بشهادات. طلعت كذي قلت اليوم هذه ثالث أحسن إحصائي في العالم، والثاني اللي وظفته هذه لين فقط أمثلة. طالب الأول في دراسة ماجستير للتكنولوجيا في جامعة كامبريدج، طالب الأول، هذه بحريني. منو قاعد يمشي ألبا جي بي آي سي بناغاس، هذين أنا على تواصل معهم، شركات معقدة جدا، يعني كلهم بحرينيين. ليش البحريني اللي هناك مبدع ومجتهد وملتزم، والبحريني اللي عندك انت مو بهذه؟ ومثل هذاك المثال اللي انا بعض الاوقات استخدم، احسن طيارين الصهاينه يهود يمن قبل ما يهاجرون الى فلسطين المحتله ما كانوا يقدروا يمشون سيكل. شنو صار؟ انسان نفس الانسان، البيئه والاداره تغيرت. اذا البحريني مو قادر يسوي شيء لان انت ما قمت بواجبك، هذا عيب عليك انت، يعني تفشل روحك. فهني احنا شنو المفروض احنا نتوجه الى ان مجلس التنمية الاقتصادية لازم يهدئون روحهم، يعني شايلين روحهم ترى ليفت رايت سنتر من كل صوب، وما يهتمون في كلام أحد أبدا. قول اللي بتقول وأنا بسوي اللي أسوي. يا جماعة الخير، البحرين مو بدبي، لا تروحون تشوفون. أنا مشتغل في دبي مع مكتب شيخ محمد بن راشد، يعني يمكن على مدى 4 سنوات بس، يعني فترات متقاطعة كاستشاري. النماذج الموجودة في دبي ما تصلح لنا، لا في عقيدتنا الاقتصادية ولا في تكويننا الاجتماعي أبدا، ما يصير هذا الشيء. فإذا احنا توجهنا إلى هذا في هذا المسار، لا تتوقعون أنه بيكون هناك في رفاه اجتماعي، وهو بيكون عكس ذلك. يعني احنا نشوف اليوم في واحد طرش لي 4 بنات كلهم تخصصاتهم تكنولوجيا حاسوب ما ادري ايش، الا تخصصات متقدمة ومطلوبة، ليش 3-4 سنوات ما عندهم وظائف؟ ليش احنا قدرنا نبحرن الوظائف اللي كانت معقدة في البحر في ألبا؟ احنا ما كان عندنا خبرة في ألمنيوم، يعني مع 1985 البحرنة كانت منتشرة في ألبا في كل مكان، صاروا خبراء وهذين. يعني شنو اللي قاعد يصير؟ ان سمو رئيس الوزراء امس كان في الغرفة، يعني سمو رئيس الوزراء عاشر هذه المواضيع، يعني مو انا اختلف، حتى رئيس الوزراء يختلف معهم. هل هذا الشيء عدل ولا مو عدل؟
يعني بالتأكيد أو في شخص شغال علينا، وأنا أحس بهذا الشيء، شغال علينا يبي يودينا في هذا المسار. إيه؟ يا انت ما اقدر قسما بالله ما اعرف، يعني انا ما جامل اذا الشخص قاعد يخطئ في حق الوطن بقول يعني، ولكن انا ما شفت في هذا المسار ان احنا نوعى او ننتبه لصوت العقل. تمكين أستاذ حسن ما يقدرون يسوون شيء، تمكين جهة داعمة وبالأخص مالية قاعدين يدعمون كورسات، يدعمون ما أدري إيش، ولكن أنت تقرر. يعني هذه الاستثمارات اللي تجي، كلمت الجماعة مو مستعدين يسوون. أنت قول لي جيب لي هذه المشروع اللي أنت جبته كاستثمار خارجي وراوني وين الاقتصاد يستفيد منه. أنا عملت تحاليل على بعضهم، من كل 10 دينار يأخذون من الاقتصاد، من المواد المدعومة، من البيئة، من هاي يعطونا دينارين. هاي أي استثمار؟ أنتوا فاهمين هذا الموضوع، يعني استثمار أنت لازم تستفيد من الاستثمار حق البلد، هي عملية عكسية. وحتى البحرين إحنا مو ضد حماية حقوق الإنسان، لا احنا معه، واحنا نعتز ان احنا البحرينيين نحترم جانب الإنساني لأي شخص يكون معنا هنا في البحرين، ولكن المواطن بعدهم عنده نفس الاحترام. يعني انا اشوف يعني والله العظيم ما في اسبوع يمر ولا ناس يتصلون فيني يبون شغل، يعني تساعد من وتخلي من. وشفتوا الأرقام أستاذ حسن خلى على هذه يعني، فأنا أعتقد أن الحل الآن يجب يكون في هناك مجلس تنفيذي، مو بمجلس، مجلس تنفيذي، يعني جهاز للتنمية البشرية مرادف للمجلس التنمية الاقتصادية. خلينا نشوف هذه ليش نسوي وإحنا نمشي معاهم. فهذه الحين مجلس التنمية الاقتصادية ما قادر ينتبه إلى هذا الجانب. أنا اقترحت مرة عليهم أن هذا المجلس يكون مجلس التنمية الشاملة، كل شيء، مو بس هذه. لي كوان يو، تعرفون هاي مال سنغافورة، الأب الروحي أو الباني سنغافورة، أظن كان 1965 لين استقلوا من ماليزيا، بكى مسكين، بكى يعني عمليا بكى، قال أنا شو أسوي في هالدولة دي، يعني فقر وفساد وما إلى ذلك. راح لمن؟ ما راح سوى مجلس التنمية الاقتصادية، ما راح للاقتصاديين، ما راح للمصرفيين، ما راح للمهندسين، ما راح لا إحنا قاعدين نروح، راح للمعلمين والمدربين. شوفيني هذه إنسان عبقري، من ذيك الأيام كان يعرف وين الثقل، ثقل في الموارد البشرية، صلح هذه كل شيء ثاني بيتصلح. الدول الإسكندنافية من أفضل الدول الآن في الإنتاجية وفي الاقتصاد. هذه الدول من حيث المصادر الطبيعية أفقر الدول في العالم، ما عندهم شيء، شنو عندهم؟ خشب. حتى بريطانيا شنو عندها؟ حتى فرنسا شنو؟ هذه اللي نهبوا بس يعني ما عندهم شيء، ولكن ركزوا على الموارد البشرية. احنا في الوطن العربي هذه اللي احنا يعني بعيدين عنها كل البعد، الحل في ذي، يعني ما في دولة عربية تهتم في الموارد البشرية بشكل مهني. شعارات، عواطف، ما منتشرة كل مكان، ولكن ما في. حتى دبي احنا ما نقدر نشتغل مع مثل دبي، يعني 7% مواطنين في دبي. هاي لو انا اخليهم في فندق ارقدوا،
ومشي رواتبكم. والله ايش قد عندي وقت يعني على وشك. فعلى الوقت الحاضر يعني أتمنى أن مجلس التنمية الاقتصادية اتغير مساره، وحتى كلام سمو رئيس الوزراء كلام مهم جدا، أن احنا عمرنا ما كنا في هذا الوضع، عمرنا يعني في كانت في أوقات صعبة أوقات سهلة، ولكن المواطن كان محترم. خير البلد لأهل البلد، بعدين تبي تصير صخي حق واحد ثاني. والحين المافيا شغالة ترى، الاستثمارات اللي تي ما تي لله، يعني غسيل أموال وما إلى ذلك كافي. يعني نشوف يعني مو بسر هذه، يعني أنا قاعد يعني أهمش مصالح المواطن حق ذيلين. ليش أنا مو بضطع؟ حتى البحريني لا يمكن يكون عنصري، حتى لو تبي ما تقدر، ما أدري محظوظ ولا لا. ولكن إحنا ما نبي أحد يجي يستفيد على حساب المواطن، وهذا نقول بكل صراحة ما نقبل اليوم ولا بنقبل في المستقبل. والله يوفقنا جميعا معكم إن شاء الله.